السلام عليكم. الناصر محمد بن قايتباي مسك الحكم سنة 901 هجري. ما كانش أبوه السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي ما كانش عايز يمسك الحكم أصلا، إنه عرف بالبطش والظلم، لكن مسك الحكم سنة 901 بعد وفاة أبوه. من ضمن المواقف الغريبة جدا في عهد الناصر محمد بن قايتباي إن يوم 29 رمضان قرر إنها تدق الطبول والكؤوس، ومعنى كده إن العيد تيجي اليوم على طول، وده من غير ما يرجع للهلال ورؤية الهلال. هنا اعترض القاضي زين الدين زكريا وطلع له القلعة مخصوص وقال له إن حرام أو يجب رؤية الهلال الأول، لكن الناصر محمد غضب جدا وأمر بالنزول أو إنه طرد فعلا القاضي زين الدين زكريا وعزله من منصبه، وده على النقيض تماما اللي عمله الأشرف قايتباي مع أمين الدين الحنفي لما اعترض على القرار بتاعه. القرار التاني او العمل التاني اللي عمله الناصر محمد ابن قايتباي انه في يوم ماشي في شارع بين القصرين اللي هو شارع المعز، ولقى راجل خارج من الحمام عادي، وكان ده بعد العشاء، فامر على طول بتوسيطه لانه سمع ان حد بيقول ان الراجل سكران، وامر بتوسيطه. توسيطه اللي هو قتل الراجل بعد ذبح نصين من الوسط، ودي مهنة تعلمها الناصر محمد بن قايتباي مخصوص عشان يعملها هو بإيده. الفعل التاني اللي عمله الناصر محمد بن قايتباي ان في يوم كان ماشي في الشارع لقى فتاة جميلة جدا، فقرر ان هو هياخدها غصب من البيت، والفتاة كانت متزوجة، وعندما اعترض زوجها امر بجلده. دي كانت من ضمن الاعمال البشعه جدا اللي عملها الناصر محمد بن قايتباي، كانت على قدر كبير جدا من التناقض مع ابوه كان حاجه وهو كان حاجه تانية خالص.